الغيرة لكم ومرحبا بكم معنا على استوديو لايف برنامجكم اللي تيقدم لكم دائما أحسن ما عند المطربين والألوان اللي تيبغيو المغاربة. ضيفنا اليوم أصله من مدينة الدار البيضاء، كبر وتربى في العادات والتقاليد القنوية بجانب الأب ديالو المعلم الكبير حميدة بوسو. 1990 إلى 2001 عملوا جولات كثيرة في أوروبا وأمريكا. 1997 أول مجموعة غادي يكون معها في بروكسل غنوا فيزيون. 2003 في فرنسا بداية جديدة مع مجموعة سواريه. 2015 رجوعه للمغرب والعرق غناوي. هو من الفنانين الأولين اللي اشتغلوا على مزيج تقنويت والموسيقى الغربية، وعمره ما غادي يخلي ولا يتخلى على لون تقنويت. هو معنا اليوم، بغيتكم تستقبلوا معايا الفنان الكبير معلم حسن بوسو على استوديو لايف. معلم حسن بوسو أخي، نهار كبير، مرحبا بكم كاملين معنا على استوديو لايف. ميرسي ميرسي، تبارك الله عليكم، ساعة سعيدة هذه. زو خضرا يا مولاي عبد القادر يا فارس الحضرة، بالوالي جاني عمامته خضرا يا مولاي عبد القادر يا فارس الحضرة. فرحي بشيخي جاني ما صمت ما نعطيه برجلو الزيواني ونحبو قضا يرغيه، بالوالي جاني عمامته خضرا يا مولاي عبد القادر يا فارس الحضرة. ركبنا قاتو وقفة بيدو أمتو ترجو شفاعتو، بالوالي جاني عمامته خضرا يا مولاي عبد القادر يا فارس الحضرة. قلبي رقيق وفاني وراق من شعرة على مديح الهادي وفاطمة الزهرة، بالوالي جاني عمامته خضرا يا مولاي عبد القادر يا فارس الحضرة. تما الشرفة تم أهل الوافة تم روضة محمد عليه الصلاة، سادي بالوالي جاني عمامته خضرا يا مولاي عبد القادر. مصطفى مش نحكم غنطيوني سادتي الشرفة، بالوالي جاني عمامته خضرا يا مولاي عبد القادر يا فارس الحضرة. داوينا لله يا أولاد المصطفى مش نحكم غنطيوني سادتي الشرفة، سعدي بالوالي جاني عمامته خضرا يا مولاي عبد القادر يا فارس الحضرة.
عليكم الله يبارك فيك. مرحبا بكم لاله سناء سيدي سعد. مرحبا بك سي حسن. كي درتي سي حسن بوسو بعدا نهار كبير نهار كبير المعلم معنا. الله يطول عمرك لاله سناء. كيشرفني انني نكون معكم اليوم في استوديو لايف. مرحبا. ونشوف هاد خيرات الشباب ديالنا المغاربه. سي سعد ولاله سناء صافي غون بليزير. الحمد لله الملاقاه دائما غير مع الحباب في استوديو لايف. الحمد لله. أستاذ أنت معلم ومن عائلة عريقة في التمعلمية. الأب ديالك كان من المعلمين الكبار حميدة بوسو الله يرحمه كاع جميع المعلمين الله يرحمهم في هذه الليلة. أنت معاصر الوقت. شكرا. هذا واجب خاصنا نترحموا على الناس اللي تعلمنا منهم وخذينا منهم القدوة. الحمد لله احنا ماشيين كارين الخير. حسنا. ياك أنت معاصر الوقت دايما كنتي مع الأجيال القدام ومع هذا الجيل اللي طالع. بغيت نطلب منك جوج حويجات. مرحبا. شنو هما جوج حويجات اللي تعلمتي من بعد هذوك السنين كلها مع المعلم الكبير حميدة بوسو الله يرحمه؟ عطيني جوج حويجات تعلمتي منه. أول حاجة اللي عندي أنا هي يا زعما سند ديالي ديال الطريق وسند ديال الحياة هي التواضع واحترام الغير. الله يا سلام.
تنتمنوا هاد الشباب حتى هو الحمد لله شباب اللهم لك الحمد تواضعك وشي كيحترموا الحمد لله الحمد لله 1997 كان اول لمسه بينك وبين شباب وعملتي مجموعه كانت هي قنوه فيوزيون بلجيكا و2003 سواري واليوم لا فيوزيون شي حاجه طبيعيه ولات يعني يعني حاجه ملي كلشي ولا تيقدر يديرها يعني الشباب كلهم دابا تيبغيو يخلطوا العربيه مع الجاز مع البلوز ولكن نتوما اللي بديتوا وفتحتوا هذا الباب اكثريا انت لان راه بديتي من 1990 كيف كانوا تيشوفوا هذا الشيء الاولين المعلميه الكبار يا صراحه الناس الاولين كانوا محافظين يعني ولكن كيف فهمتوا لهم نتوما هاد الحوايج اللي غادي يجيو واللي جاوا يمكن انا كان عندي واحد يعني واحد الفرصه كبيره واحد الزهر كبير كما تنقولوا لانني عاشرت واحد المعلم اللي هو الاب ديالي الله يرحمه ويرحم جميع المعلمين اللي زعما كان متفتح على العصر ومتفتح يعني كيشوف الوقت بواحد الطريقه ماشي في العصر ديالو ولكن في العصر الجديد اللي حنا عايشين فيه وكان متقبل الفكره والمعلمين اخرين كان اللي كان يعني ضد الفكره وكان اللي كان يعني حتى هو كيحفز الفكره واخيرا ان كل شيء رجعنا للمسار ديال انه بامكاننا نحافظوا على الاصاله ديالنا ولكن عصروا الوقت هي الاصاله والمعاصره وهذا الشيء اللي كاين اليوم انت اشتغلتي وشاركتي يعني في الفيستيفال قناوة ميوزيك دو موند من العام الاولاني العام اللي كانوا باقي المعلميه الكبار 1998 كانوا مازال المعلميه الكبار باقيين حيين بزاف منهم الله يرحمهم كاملين وتبارك الله دابا 23 عام وانت تحضر الفيستيفال وليدنا هذا كبرنا على يدينا الحمد لله مع جميع المعلمين اللهم لك من هذا المنبر كنعطيهم واحد التحيه كبيره لانهم كل شيء دار يد في يد حتى وصلنا والناس اللي كيخدموا على المهرجان ويعني المجموعه اللي كتسهر على ايوا هذه السنه مهمه لعالم التقناويت لونتخي دي قناوة او باتريمون كولتوريل ايماتيريال دو لومانيتي دو لونسكو انت كمعلم كبير كيفاش استقبلتي هاد لا نوفيل هذه هي كانت الهديه ديال نهايه 2019 باردون كانت واحد الهديه كبيره اولا انا كمعلم قناوي وكقناوي وكولد قناوه كان فرحت بزاف وشرفني بزاف ان التراث ديالنا القناوي والتراث المغربي انه يعني ياخذ هذا الاعتراف من يونسكو كتراث لا مادي انساني ومعترف به اليوم عالميا والحمد لله فرض راسه من فهاد الفرصه هذه كنغتنم هذه الفرصه باش نحيي الناس ونوجه لهم زعما واحد التحيه كبيره للناس اللي سهروا على هذا الملف ديال اليونسكو اللي من بينهم أدخلكم الأستاذة ليلى التازي فوزية سعودي عبد السلام عدلي كان وجميع المعلمين ديال القناوة اللي في المغرب من طنجة القويرة ومن الشرق الغرب يعني كنقدم لهم واحد التحية وهذا شرف لنا كبير وشرف المغرب الله يحفظ التراث ديالنا ونتمناو حتى التراث يعني يتنمى دائما كاع ماشي غير قناوة ولا عيساوة ولا بغينا كل شيء التراث ديالنا انه يكون معترف به ونوصل لان غني بزاف وإلا شفنا ولا تعمقنا فيه بواحد الطريقة فلسفية هو عندنا يعني كواحد دستور في الحياة يكون نقدروا ناخذوا به ونقدروا نمشيو عليه ونمشيو على النهج ديالو ونكونوا زوينين الحمد لله الله. الحمد لله شنو هي الاغنيه الثالثه اللي غتغني لنا سميه نبقاو مع الاغنيه الثالثه سميه والمعلم حسن بوسوع على استوديو لايف Thank you.
سوداني غانغا هي سوداني غانغا زوما يا سوداني غانغا يو سوداني غانغا زوما يا سوداني غانغا هي سوداني غانغا زوما يا سوداني غانغا يو سوداني غانغا نعفو لله سوداني غانغا يا ربي سوداني غانغا Yeah.
الله على الجنبري. انا فتاك نويت تنبغي نسمع الجنبري. الجنبري شي حاجه اللي مقدسه كنسمعوه في القلب ديالنا وفي الصدر ديالنا قبل ما نسمعوه في الاذن ديالنا. الحمد لله دواء دواء. اييه معلم تتشتغل بزاف على لي فيوزيون، ولكن دائما تتحافظ على الساس في الاغاني ديالك ديال تاكناويت. نعم. اليوم تنشوفوا ان الشباب ولاو يعملوا بزاف لا فيوزيون، وكاينين شي وحدين تبارك الله عليهم تيتقربوا لتاكناويت، ولكن على ما اظن تنساو شي مرات الساس وتيبقاو في لا فيوزيون. نعم. شنو تقدر تقول لهاد الشباب؟ هو كما كنقولوا المزج ديال الموسيقى شي حاجه اللي مزيانه، يعني اجتهاد وتطلع بزاف الحوايج. غير ما هو كما كنقولوا الا كان عندنا واحد المبدا اللي حنا بغينا نحافظوا به على التراث ديالنا، لان انا شخصيا هذا هو المبدا ديالي من نهار اللي هاجرت المغرب ومشيت نعيش مثلا في اوروبا في فرنسا سميتو، كان عندي هذا هو المبدا انني التراث ديالي قناوي نحافظ عليه ونحافظ على الاسم ديال الاب ديالي الله يرحمه حميده بوسو. وحتى انا خديت هذاك العنوان ديال معلم ولد المعلم، يعني خاص الصوره ديالي والصوره ديال الوالد ديالي تبقى هكذاك. داكشي علاش كان عندي هذا المبدا انني نعمل المزج بالموسيقى ولكن ما ننساش الاصول ديال الموسيقى، وحتى في العمل ديال الاعمال ديالي كامله ان يعني نسمعوا الموسيقى بـ 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 يعني باحساسات اخرى، بالجاز بالبلوز بالهيب هوب بالراب، يعني الوان كثيره، ولكن كيبقى انك نلقاو القناوه في وسط العمل. دايوغ حتى في لي فيوزيون من تيجيو فنانين كبار من بلدان اخرى تيجيو يقلبوا على هاد التاكناويت، ماشي غير لا فيوزيون الموسيقى فهمتي الغربيه، يعني كيجيو الاصاله وكيجيو يسمعوا التاكناويت على الاصول ديالها لانها بحر كبير. خدمتي على بزاف ديال لي بروجي. نعم. ولكن انا غنجبد لك ثلاثه ديال الحويجات وبغيتك تهضر لنا عليهم مزيان لانه مهم في التاريخ ديال المعلم حسن بوسو. ذكرى. ذكرى واحد القصه اللي كانت يعني مبدئيا كنت غادي ندير هذا العمل مع الوالد ديالي الله يرحمه. ملي مشيت لفرنسا واستقريت في 2005 قررت باش ندير واحد يعني نظمت واحد الجوله فنيه في فرنسا مع الوالد ديالي والجروب ديالي سواريال لاول مره. وكنا تلاقينا في واحد الاقامه، وكان هذيك الاقامه فيها استوديو، كان كل شيء عندنا يعني عندنا كل شيء موجود راه الاشاره. وكنا جالسين انا والوالد ديالي، هو شاد القمري وانا شاد واحد الاله افريقيه كنقولوا لها نقوني، كان عزفو هو بطبيعته وانا بطبيعتي شويه، ويقول علاش ما نديروش انا وياك واحد العمل. جا الوقت باش ندير انا وياك واحد العمل، قلت له مرحبا هذا من غدا نزلوا للاستوديو كل شيء قريب. وفعلا نزلنا الاستوديو ودرنا واحد العمل فكرت فيه انا واقترحته عليه، وتا هو حبد الفكره وصلح لي بعض الحويجات وداك الشيء، وقال لي نتوكلوا على الله. للاسف السديد ان يعني ما كانت الظروف اقوى وكانت اراده الله اقوى، يعني مشاف الاول ديال 2007 في الوقت اللي كنت انا وجدت هذيك العمل وكنت ناوي نخدم به ما كتبش الحمد لله، ولكن احتفظت به وخليته كذكرى حتى دازت واحد المده، لان الفكره ديال الذكرى هي اللي مهمه، لان تنهضروا على الفيزيون ولكن دائما تنهضروا على الفيزيون تنهضروا على تاكناويت مخلطه بموسيقى غربيه تماما، ولكن تنساو ان نقدروا نعملوا الفيزيون. نعم. بين بلدان المغاربيه بين بلدان افريقيه، وهذو هما الافكار اللي كانوا عندي. هذه كانت من الافكار ديال المرحوم الله يرحمه. انه كنا كان حتى في هذيك الجوله هذاك الجوله اللي كنا درناه في ديك الساعات تلاقينا مع المعلم ديال الالجيري المعلم بن عيسى، تلاقينا معه في هذيك الجوله وتعرف على الوالد، وجات الفكره بان علاش ما نديروش واحد الاندماج ديال القناوه الديوان ديال الجزائر وتونس ونخلطوا مع قناوه ديالنا المغرب،
وجات الفكره يعني تبلورات بشويه بشويه حتى حطينا هذاك العمل اللي اللي بان في ذكرى. ذكرى عظيم. ذكرى. الله يرحم لنا والولي حيت العنوان ديال هذاك الالبوم. الله يرحم لنا والولي. اييه ذكرى. الله يرحمهم جميعا. قناوة غاسين. ايه قناوة غاسين الرجوع الى الاصل اصلا. الرجوع الى الاصل. 1990 وانت برا. ورجعتي للبلد وانا هذاك الشيء ديال انا بوهالك نسايح. لا فعلا يعني 2015 2014 بديت كان نعيا من الغربه واحد شويه وكنقول خاصني نرجع لبلادي، ولكن ما غاديش نرجع لبلادي ديا خاويه وسميتو، خاصني نرجع حتى انا، نرجع داك الشيء اللي ديت من بلادي خاصني نرد لها البديل، انا نجيب معايا حتى انا شي حاجه نقدر نقدمها للبلاد ديالي. وبديت اول مجموعه اللي هي قناوة غاسين اللي تلاقيت فيها مع موسيقيين مغاربه وشباب مغاربه تبارك الله عليهم، راه منهم كاين الفرقه اللي معنا اليوم اللي كنحييهم من هذا المنبر على الاجتهادات ديالهم وعلى لا باسيونس ديالهم وعلى الصبر ديالهم في الموسيقى، لانهم فنانين كبار ان شاء الله وغيكون عندهم مستقبل كبير ان شاء الله باذن الله. من غينيا الى سيدي علي بن حمدوش. يا سلام، هذه كانت الذكرى العشرين ديال مهرجان الصويره، وكانت انتاج ديال يعني ديال مهرجان الصويره انهم عطاوني هذه المهمه باش نكون نديروا واحد اللوحه خاصه للذكرى ديال العشرين ديال المهرجان. وكما بحال هذه هي الفكره مبدئيا، انني ما بغيتش نخرج من الطقوس ديالنا، وبغيت نبقى في البلاد ديالنا. سميناها فوالا بقينا في الافريك، سميناها من تومبوكتو الى سيدي علي بن حمدوش، يعني من الاصول الجذور ديال افريقيا حتى لعندنا حنا المغرب. ودرنا واحد العمل اللي هو مزج ما بين تكناويت وتحمدوشيت وشويه ديال العساوه ولا لا بيركيسيون افريكان. كثروا منهم. مرحبا حنايا مفتوحين. لان راه هو تاريخ نقدروا نقراوه في كتاب ونقدروا نعملوه في موسيقى، نقدروا نعملوه في الرسم، يعني تاريخ تنوريوه للشباب ديالنا وخصو يعرفوا. تماما. غادي ان شاء الله نسمعكم انت والاستاذ سعيد بن تقاء. مرحبا سي سعيد. اكابيلا اشنو موجودين لنا واليوم سي سعيد غيولي قناوي. مرحبا بك في عالم قناوه سيدي. ولا انت كتعرف قناوه وسمعتي قناوه وتلاقيتي مع بزاف المعلمين تبارك الله عليك. بسم الله سيدي. Sana bati tara,
ليلة نديه لا إله إلا الله حبيبي ويا رسول الله. ويا الأكبر ويا سيدي يا بير الليل نوى طلبات تراح بين مراكشي كاينة ويا سيدي يا بير الليل أسبعة رجال ويا سيدي يا بير الليل من ولي الولي ويا سيدي يا بير الليل أحرم ودخل ويا قنواض يا بير الساقية الحمراء ويا سيدي يا بير الليل أمكيت نزور ويا الوليد يا بير الليل حرمة ودخل ويا قنواض يا بير الليل أم قوي الحرم ويا سيدي يا بير الليل رسالة بتيت ترى يولي الليل حرمة ودخل ويا قنواض أنا عقبال الله يا الله والقرآن ويا سيد قولي الله هيتو زعلي ويا سيد العقبال الله يا الله أنا إله إلا الله بيبي يا رسول الله أنا إله إلا الله بيبي يا رسول طرش طربتي صراح بميلان إش طالبك عند المولى طلبك يا عند المولى يا ربي زرع للنبي مولاي محمد صلى عليه وعلى آله عطفا لله يا الله سيدي كرهناش هاد الاوقات بحال هادو ما يوقفوش ها نبقاو دائما نتلاقاو الحمد لله سي سعيد اليوم استمتعت بالتكناويت استمتعتني معنا وتمتعنا مع الجمهور ديالنا وتمتعنا مع لاله سناء الحمد لله ليله مباركه هذه الله عليكم ما بغيناش يعني نوقفوا هكذا بغيت نسالك سؤال قبل ما نكملوا مرحبا تبارك الله تمت الموسيقى القناويه تعرفت في العالم ولكن بغيت نعرف واش كتاب تقناويت باقين ولا كاينين جداد ولا خصهم مازال حتى هما يشتغلوا يعني كتاب اللي بحثوا في المجال القناوي وسميتو كاينين باقين على قيد الحياه كاين منهم لان ما ظهروش مبكرا يعني حتى القرن البدايه ديال القرن 21 عاد يعني عاد بداوا الناس كيبحثوا بزاف يعني في اللي هو مهم هو ان ميرانجان ديال الصويره وجمعيه يارما انهم داروا دونوا واحد لونتولوجي اللي كتسمى لونتولوجي ديال القناوه في 2010 اللي هي واحد الكوفري اللي جامع بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال يعني كنعرفوا بزاف د الحوايج على تقناويت يمكن الناس يطلعوا عليه يمكن الناس يطالعوا عليه ويعرفوا يعني الاصول ديال تقناويت الناس المعلمين اللي دازوا الطريقه ديال كيفاش كان نديروا الطقوس ديال الليله القناويه يعني حتى الموسيقى وشي حاجه اللي اكثر من هذا هو ان كان واحد البحث ولو انه يعني ماشي ما عطاناش بزاف ولكن عطانا او ما عطانا واحد النبذه على اللغه اللي كانت الاصليه ديال القناوه اللي هي البامبارا ومن غير بامبارا يعني الموسيقى الكلام الافريقي يعني الناس حاولوا يكون واحد البحث ويعني ونعرفوا اللغز اشنا هو واشنو كنغنيو
ضاع بزاف للاسف، ضاع بزاف لان الناس الاولين كانوا محافظين على داك الشيء وكانوا كيقول لك يعني ما كانش عندهم مجال فين يبينوا. ولكن الحمد لله اليوم كاين يعني لا الحمد لله اليوم طلعوا ونعرفوا التاريخ ديال تكناويت، عرفوا التاريخ ديال تكناويت ونعرفوا المعلمين، نعرفوا تكناويت شناهي، نعرفوا الاصول ديال تكناويت، يعني تعطينا واحد نبذه حسنه على تكناويت وتحيدنا ديك الفكره اللي كانت على تكناويت من قبل. لا الحمد لله. شكرا. إن شاء الله نتلقاو مع مطرب جديد على استوديو لايف جديد، ونخليكم مع آخر أغنية مع معلم حسن بوسو على استوديو لايف. تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم. سيدنا مولاي عبد القادر اسيدي جلول والخير مولاي بغداد لي غار وجود لله سيدنا مولاي عبد القادر سيدي
جلول ولد خيرام ولا بغداد لي غرى وجود لله سيدنا مولاي عبد القادر أسيدي جلول ولد خيرام ولا بغداد لي غرى وجود لله سيدنا مولاي عبد القادر